عندنا الفيميل جينيتال سيستم، بعد ما خلصنا البرود خلصنا الليجامنتس المهمه بتاعه الفيميل جينيتال سيستم، بيتقسم لاربع اجزاء. اول جزء التو اوفريز احنا عارفينهم، تاني جزء اليوتيراين تيوب، اليوتيراين تيوب اول جزء الاوفري، تاني جزء اليوتيراين تيوب، تالت جزء اليوترس، اليوترس هو تقريبا الحته دي كلها، رابع جزء الفاجينا. احنا عندنا الفاجينا مش موجوده في العينه دي، بس لما يجي وقتها هنشرحها على عينه تانيه. عندنا اليوترس بقى نفسه بيتقسم لثلاث اجزاء. اول جزء التو هورنز بتوع اليوترس، شايفينهم هم واضحين جدا، الحاجات دي التو هورنز بتاعت اليوترس. عندنا بعد كده البودي بتاع اليوترس، عندنا بعد كده البودي بتاع اليوترس، واخر حاجه السيرفكس اللي هو عنق الرحم. اول حاجه هنبتدي بيها في الفيميل جينيتال سيستم هي ايه؟ الاوفري. احنا عايزين نعرف حاجه، اولا الاوفري بتاع الفيميل مير او المير يعني فيميل الايكواينز بيبقى واخد بين شيب، بين شيب هنا احسن، بياخد بين شيب اهو زي ما احنا شايفين، او الكيدني شيب. فبسبب كده بيبقى في حاجة زي فصة في نص ال في نص ال الأوفري. هي الفصة دي، الفصة دي بيبقى اسمها ايه؟ اوفيوليشن فصة. يبقى عندنا بين شيبد اوفري، وبيبقى في البين شيبد اوفري في اوفيوليشن فصة، وفي اليونج ميرز بيبقى اوفال شيبد. عندنا ايه بقى السيرفيسز والبوردرز بتاعة الأوفري؟ احنا عندنا الأوفري بيبقى له تو سيرفيسز وتو بوردرز. تو سيرفيسز هو المفروض فيكسيشن بتاع الفيميل جينيتال سيستم بيبقى كده في الجسم بتاع المير. فبيبقى عندنا لاترال لاترال سيرفيس وميديال سيرفيس. احنا ما عندناش نعرف اماكنهم، بس نعرف ان في لاترال سيرفيس وفي ميديال سيرفيس، وعندنا تو بوردرز. عندنا اهو البوردر ده والبوردر ده. طب ايه الفرق بين البوردر ده والبوردر ده؟ زي ما احنا خدنا بالنا البوردر ده اتاتش للليجمنتس بتاعه الجينيتال سيستم، واتاتش للليجمنت سيستم للجينيتال سيستم عموما. بينما الجزء ده اللي احنا شايفينه ده هو فري، مش اتاتش لحاجه خالص، مش اتاتش لليجمنت يعني مهمه او حاجه، فبنسميه الفري بنسميه فري بوردر، وده بنسميه الاتاتشد بوردر.